مشاهدينا الأعزاء، وصلنا معكم إلى فقرة التغذية مع الدكتورة أمل الأنصاري، العضو الدولي في هيئة الغذاء البيولوجي في ألمانيا، وتكلمنا اليوم عن تغذية كل من المرأة والرجل العصبي. دكتورة صباحك ورد وحياك الله، وأهلا وسهلا فيك طبعا في بيتك ومكانك تلفزيون الكويت. الله يحييك، الله يحييك وحي المشاهدين، وصباحك ورد ونور وابتسامة جميلة، وإن شاء الله اليوم يا ربي نطلع من هني إن شاء الله نكون نفعنا المشاهدين بمعلومات جدا حلوة إن شاء الله. إن شاء الله، يعني دائما احنا هدفنا في صباح الخير الكويت الإفادة والاستفادة. أكيد يمكن تكلمنا قبل الهواء عن موضوع العصبية، والكثير من الناس يعانون من العصبية، وأنت مثل ما أنت عارفة ضغوطات الحياة والعمل وغيرها والمسؤوليات. صحيح. كل ما زادت المسؤوليات زادت الضغوطات، لكن في ناس وايد يشتكون من العصبية. شنو هي الأسباب الرئيسية أو الأساسية للأعصاب؟ طبعا الإنسان ينولد على الفطرة، نعم، ولكن سبحان الله ضغوطات الحياة والأمور اللي مر فيها قد تأثر في حياته اليومية، ولكن احنا نبي نستعين بشيء يعني تكلم عنه العلماء وتكلم عنه أول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. يعني مو عبث لما الله سبحانه وتعالى تكلم عن كم كبير من المواد الغذائية، ونشوف غذاء الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يحتوي على العناصر اللي تؤدي إلى الاسترخاء والتهدئة وقوة النفس والعزيمة. فإحنا سبحان الله العلماء في الدراسات الأخيرة، نعم، طبعا في ناس كثير اشتكوا من العصبية، صح، ولكن لقى العلماء أن المصابين بالعصبية أهم فيتامينات طبعا تنقصهم اللي هو فيتامين بي كومبلكس، خصوصا فيتامين بي 1 اللي يسمى الفيتامين السلوكي وتكلمنا عنه قبل، نعم، اللي هو الفيتامين السلوكي، أيضا فيتامين بي 6، فيتامين بي 12، وأيضا لقوا عند التحاليل نقص في السيروتونين. نعم. السيروتونين طبعا قلنا في الحلقات السابقة أن، نعم، اللي كون السيروتونين هي معادلة اللي كونها اللي هو الكربوهيدرات بالدرجة الأولى، لما يرفع التربتوفان في الجسم ويوصل إلى المخ، وبالتالي، نعم، باختلاطه مع الأنزيمات وفيتامين بي 6 وفيتامين بي 1 والفيتامين بي 12 يتكون عندنا هذا يعني المركب العظيم اللي يسمى سيروتونين اللي يسبب التهدئة. ناس وايد يتفضل. يعني أنا أفهم من كلامك أن العصبية هو داء، وهل علاجه الأكل؟ هل الدواء لبعض الأغذية يعني؟ طبعا طبعا. ولا وفي ناس يقولون لك إحنا يعني لما تسألين أحد يقول لك والله أنا عصبي طالع على أبوي وراثة ودائما يعلقون هالشيء على الوراثة، تعتبر شماعة بالنسبة بس لهم. بس أحيانا ما تكون فعلا مكتسبة، يعني إذا الواحد ربما في جو توتر. أبدا، هذا أول لما كان هناك في جهل بهذه الأمور، نعم، أمور دراسة الوراثة، نعم، وتأثيرها والجينات، ولكن حتى في غياب التأثير الجيني تسهل الغذاء بالذات، نعم، يساعد على الإصابة بالعصبية. واو. عندش يمكن ناس وايد اللي يسووا الرجيم هم ضحايا العصبية، نعم، لأن يمتنعون عن الكربوهيدرات. الكربوهيدرات يعتبر هو يعني أنا ما أقدر أقول لك أنه هو غذاء، ولكن يعتبر مستحضر طبي للمصابين بالعصبية. طبعا لما تقولين كربوهيدرات بس نوضح لي، هو العيش مثلا، المعكرونة، العيش بس البطاطا. يأخذون الكربوهيدرات يعني مو بإفراط، ولكن الكربوهيدرات خصوصا يعني الصبح وقت الريوق. عندنا مثلا هنا عندنا المعجنات، عندنا الخبز الأسمر، نعم، عندنا حتى عندنا المعكرونيا، مو شرط الصبح يعني بأي وقت، نعم، عندنا المعكرونيا، عندنا البطاط، عندنا كثير من الأغذية الكربوهيدراتية اللي تساعد على رفع الحمض الأميني أو المركب اللي هو السيروتونين، أي، اللي يساعد على التهدئة. بس الكمية مهمة، الكمية مهمة، ما نبي لا إفراط ولا تفريط، يعني، نعم، ما نبي الإفراط، نعم، إي نعم. لكن إحنا نقول بعد علشان بعد ما يسر كل مرة مثل كل مرة يسرقنا الوقت، ولكن هناك في عناصر كثير مهمة لقوها العلماء ناقصة عند الناس المصابين بالعصبية، اللي هو طبعا عندنا مثل يسمونه يمكن الدرع الواقي، نعم، يسمونه الدرع الواقي اللي هو البوتاسيوم. ناس وايد لما سووا لهم تحاليل، وحتى عندنا هني بالكويت، نعم، ناس كثير يوني انا اشوف التحاليل مالتهم نازل عندهم البوتاسيوم، نازل عندهم
معدن السيلينيوم ما يسوونه بالكويت ولكن برا يسوونه، هذا طبعا يكون نازل عندهم. يعني السيلينيوم هو اللي دائما يعمل كنترول على التوتر والعصبية، اللي احنا ما نتكلم عن التوتر، نتكلم عن العصبية، ردود الفعل الشاذة. يعني تلاقين الإنسان عنده اضطراب نفسي، اضطراب عقلي، وهذا طبعا كله بتأكيد ان الأغذية تسهم في الإصابة فيه. في انزين احنا نرجع حق البوتاسيوم، وشنو هي اهم مصادر البوتاسيوم؟ طبعا عندنا البوتاسيوم البطاط، عندنا البطاط، عندنا الجزر، عندنا يعني احنا قلنا في حلقة يعني في حلقات سابقة ان البطاطا هذه احنا نسويها مسلوقة او نسويها كذا، ممكن انت تغسلينها وتحطينها بعصارة الجزر ومع اليزر وتسوين منه عصير. حلو. وممكن ينشرب وغني جدا بالبوتاسيوم. عندنا السيلينيوم اللي موجود في الثوم، موجود في المكسرات، عندنا المكسرات، عندنا هذا احنا نسميه البرقوق هذا المجفف، عندنا اليوز، عندنا كذا. الموز ايضا صح في بوتاسيوم، في بوتاسيوم. عندنا البذور عباد الشمس، بذور القرع، وايد مهمه جدا لاحتوائها على الزنك. عندنا هناك يعني في معلومات ورود وايد وايد مهمه، يعني انا أقولها حق المصابين في العصبية، إن تخزين الخضروات لمدة طويلة 3 أيام خطأ. ممكن تتخلص الخضروات من المواد الكيميائية اللي موجودة، ولكن أكثر من كذي ممكن ينقص فيها الحمض الفوليك، وهو من يعني المعادلة اللي تكون منها تكون منها السيروتونين. أيضا عندك الشاي والقهوة، لما نقول احنا ناس وايد تفرط بالشاي والقهوه، مو بحد ذاته الشاي والقهوه هو المشكله، ولكن لانه هو يساعد على ادرار البول، في فيتامينات ذوابه موجوده داخل جسم الانسان، وبالتالي تنزل مع تكرمين البول، وبالتالي ممكن تزيد تعرض الانسان للعصبيه والكثير من الامراض الاخرى، لانه يصير نقص طبعا، خصوصا طبعاً. مثلا الشاي يقولون انه يمتص الحديد اللي بالاكل صح؟ الانسان العصبي لازم يعرف ان عنده هرمون الأدرينالين قاعد يشتغل على طول، سرعة دقات القلب، عنده ارتفاع ضغط الدم، تلاقين عنده إفراز عرق، عنده دايم، عنده إفراز عرق، فهذا كله يعني مجرد ما الإنسان يحس إن عنده هالأشياء هذه لازم ياخذ مكملات غذائية تساعد على تعويض الناقص عنده. الناقص من الأكل يعني. الناقص من الأكل. مستحيل يكون كامل. وعلى فكرة ترى الأدرينالين يطرح المعادن والفيتامينات خارج الجسم، فتزيد الحالة العصبية عند الإنسان. ومثل ما قلنا ان الشاي والقهوه مشكله اذا كان يدخن، اذا كان ياخذ شاي وقهوه، اذا ياخذ فيتامين، اذا قاعد ياخذ عفوا حبوب منع الحمل، المراه اللي تاخذ حبوب منع الحمل، ادويه الضغط بدون تعويض بالاغذيه الطبيعيه بدون تفضلي دكتور. طبعا يعني انا للامانه قريت الكثير من البحوث اللي من برا من امريكا، تقول ان العصبيه تاثر على خلايا المخ، على اعضاء الجسم، تقتل الخلايا. شلون؟ وما ترد شلون؟ انا عشان كذا ابي اسالك شلون تاثر؟ انا اقول لك لان العصبيه قلت لك انا الانسان العصبي يرفع عنده هرمون الادرينالين، لما يمشي هرمون الادرينالين خلص وصل الى الكبد، ياخذ وياه 5 عناصر مهمه لها وظائف حيويه وايد مهمه داخل الجسم، اللي هو الزنك، النحاس، الحديد، الكروم والمغنيسيوم. هذول من اهم يمكن المعادن في الجسم اللي تساعد على طبعا الوظائف العقلية، الوظائف الحيوية داخل جسم الإنسان، وبالتالي مع النقص الحاد ممكن تظهر الأمراض. هذا السبب ورود، هذا السبب أنه يأثر على أعضاء ثانية داخل جسم الإنسان. نعم نعم. طبعا مخرجنا جابر الحربي يقول ورود خلص الوقت، وكان هذا آخر سؤال، إذا عندك أي إضافة سريعة. هذه جابر نص دقيقة دائما أنا أنصح العصبيين إنهم يكثرون من التغذية، من الأغذية النيئة. لازم ياخذون العصائر. هذا هنا عندنا أناناس. عندنا أناناس مع الشمندر، طبعا غني بالمنغنيز وغني بالحديد وغني بالنحاس. عندنا هني هذا
عصير الحبوب المستنبتة اللي سوينا مع كرفس ومع طبعا عصرنا وياخس طبعا مهدئ خضروات. الحبوب المستنبتة فيها العناصر الغذائية الموجودة أو المعادن 500% أكثر من الطبيعي. يوميا هذا لبن لبن رايب تحطون وياه نعناع وممكن بالخلاطة وينخلط يوميا، ممكن العسل الطبيعي لا تنسونه، وهذا منقذكم دائما خلوا معاكم بالجنطة. هذا عطر اللافندر. اللافندر مجرد أكيد مجرد أنت تعصبين مجرد ما تستنشقين شوية خلاص عن طريق العصب الشمي تحسين أنك أنت وايد هديتي. وترى كل مرة ما نقدر نكمل معلوماتنا ما عليه ما يخالف، ان شاء الله نشوفك الاسبوع في حلقه اخرى دكتوره امل الانصاري. شكرا لك نورتينا وشكرا على معلوماتك الثريه والمفيده. الله يحييك حياك الله وشكرا للمشاهدين. يا هلا فيك. مشاهدينا الاعزاء نطلع فاصل ونرجع نواصل بقيه فقرات برنامج صباح الخير يا كويت، خليكم معنا.